الماسك اللي أنا دا أخليه طبعا هذا يضيق كل المسامات اللي بالوجه، اللي تعرفون من بعد ما نطلع من الشاور الدافي الحار بتكون مسامات وجهنا مفتوحة، فعلى مود نضيقهن وحتى نقلل من الرؤوس السوداء والبيضاء، فهذا الماسك كلش أنا أحبه، كلش فعال وكلش قوي، فراح أخليه بس على منطقة التيزون. البنات اللي يعانون بالمسامات لازم تشترونه، كلش احبه. بعد ما تشوفون وجهكم راح تحسون وجهكم كلش نشف، فتخلون المرطب، طبعا هذا من كلينيك اني اموت عليه كلش احبه، يرطب البشره ترطيب كلش عالي، والكريم هذا ابدا مو مزعج، هيجي مخملي، التكستشر مالته ناعم يجنن، انا كلش احبه. فبعد ما تخلون الماسك رطبوا بشرتكم. بنات اخر شيء لازم نستخدم هذا الدودرين، طبعا اي دودرين عندكم استخدموه، بس انا احب هذا مال دوف، ريحته طيبه بالخيار والنعناع، ريحته تبقى فريش تجنن. ضروري بنات دائما نخلي دودرين ونحافظ على نظافتنا الشخصيه، ودائما نكون نظيفات مرتبات، ريحتنا طيبه، فهذا الشيء مهم. فراح اخلي دودرين وارجعكم بعدين. اوكي بنات مو تنسون اهم شيء اهتم بنظافتي الشخصيه. أنا وقت العشاء طبعا قررت أكل شيء خفيف مو ثقيل على المعدة وشيء صحي بنفس الوقت، ومحتاجين جرجير بيستو وموزريلا، ومحتاجين الخبز التورتيلا مثل ما تشوفون. يلا خلينا نبلش. بس أول شيء لازم نجيب الطاوة مالتنا على مود نحمي السندويشة وتصير مقرمشة وجدا لذيذة. Thank you.
وحبايب قلبي هذا هو عشاء اليوم، تورتيلا واحدة. طبعا تقدرون تتفننون بهاي التورتيلا، تقدرون تخلون دجاج، لحم، زيت وزعتر، جبن شيدر، جبن ابيض، اي شيء انتم تحبوه تقدرون تخلونه. هذا الشاي طبعا قاعد اشربه سبا بيرنينج هيرب تي، كلش طيب بنكهه الخوخ. طبعا هذا الشاي بالاعشاب كلش دا يريح مع التي. اوكي كل ما اشربه احس هيك مع التي مرتاحه خفيفه وكلش لذيذ. مرات احب اشربه يا اما دافي يا اما بارد، حيل حيل طيب يا جماعه. أني كلش مقللة كمية أكلي لأنه حابة أضعف بعد أكثر. هذا الوزن اللي أني بي حاليا هو أنه يعني تمام، بس أني حابة أضعف بعد أكثر. حبايب قلبي أنا راح أروح أكمل أكل مالتي وأرجع لكم بعدين. وحبايب قلبي حان الآن أرويكم شنو الأشياء اللي أخذها وياي للجامعة. طبعا هي هاي الجنطة مالتي، حجمها وسط تكفي كل الأشياء اللي أنا أحتاجها. شوفوا أني مشترية هاي الأورجنايزر للجنطة، كلش حلوة تجي بهذا الشكل، تقدرون تصفطون أغراضكم بهاي الطريقة ويكون كل شيء مرتب وواضح قدامكم، حيل حلوة. عندنا هنا بنادول، ضروري بنات يكون عندكم شريط بنادول يوم راسكم يوجعكم أو بطنكم عندكم بنادول، لأن مهم. هاند كريم أو موسترايزر للإيد كلش مهم، تخلون دائما إيدكم مترطبة وريحتها طيبة وكلش ناعمة. أهم شيء الترطيب بنات. عندنا هنا قم، هذا العلج عم يحافظ على ريحة حلقنا وتكون دائما فريش وحيل طيبة. الليب بالم كلش مهم، نرطب شفايفنا لأن راح يجي الشتاء فترطب الشفايف مهم. هير كليب بكل الأحجام صغيرة وكبيرة. وعندنا هنا سكرانشي وحدة. مبرد لا سمح الله انكسر أظافري، عندي مبرد أرتب بيه أظافري. عندنا هنا مسك عبس من القرشي وعطر من برفيوم من أساطير. أهم شيء السنيتايزر معقم الإيد بنات، شوفوا هذا إيش كده كيوت. أهم شيء نعقم إيدنا وتكون نظيفة وخالية من الجراثيم. هير براش صغيرونة كلش حلو وكيوت. أهم شيء الجفنان والكلينكس مفتاح البيت. وهذا هو أحلى اختراع على مود نشيل كل الشعر الناعم والتراب، وهذا الشعر القطط يشيل من عده كل الأتربة وحيل حلو مفيد. وأهم شيء يا جماعة، أهم شيء سناكات. أو ماي بو ياي يا جماعة، تعرفون أطيب سناك موجود بالعالم، أموت عليه كلش لذيذ صحي ما بيهو سعرات حرارية وكل هذا إنه يشبع للأمانة خيالي. متوفر بعد بنكهتي ثلاث نكهات، بس أنا أحب نكهة التوابل ماي فيفوريت، موجودة بكل مكان. وهيك يكون بنات كملنا الجنطة مالتنا. بعدين أهم شيء ناخذ اللابتوب مالتي لأنه هو بي كل الواجبات مالتي وكل دراستي وكل شغل موجود بي. وهيك يكون كملنا تجهيزاتنا قبل الدوام. وحان وقت الاهتمام بالبشرة وحتى بالأسنان يا جماعة. اليوم راح أجرب بليساس وايتنينج، طبعا هذا ليزر لتبييض الأسنان. نور جربت اللي هي أختي، والله العظيم أسنانها صارت أبيض من قبل وراي رابع استخدام. أنا شنو قلت مستحيل ما أجرب ذني منتجات وحبايب ترى هذا مو إعلان، بس أنا راح أجربه وراح نشوف إذا راح تتغير أسناننا أو لا. خلينا نشوف أي رقم أسناني، أي لون، أي درجة. أعتقد درجة الثانية لازم أسويها الجول الدرجة الأولى. كيف يلا خلي نبلش. وبنات قبل ما ننام لازم نهتم بشرتنا قبل الدوام. بشرتنا دائما تكون مترطبة ناعمة تجنن وغلوي مثل ما تشوفون. خليت هذا سيروم باللؤلؤ، تشوفون لمعة الوجه ينطي نظارة وحتى الليفتينج ويرطب البشرة. هذا أموت أنا عليه باللؤلؤ.
شوفوا اللي تشوفون وجهكم صدق لؤلؤ. وهذا الآي كريم ضروري من لوتس. بنات بوتيكي ترى يوصل للعراق، فمتابعاتي بالعراق إذا حابين تشترون أي شيء أني أستخدمه بوتيكي، حاطتكم عطور بخور أشياء تجنن دائما أني أستخدمها متوفرة عندي في البوتيك، لا يفوتكم كل شيء. رابط بوتيكي موجود صندوق الوصف. المهم كملنا السكين كير. آخر شيء أحب أخلي الفيشل سبراي ينطي شيء ترطيب وانتعاش البشرة. ريحته خيال بنات. يلا حان وقت انه نبيض اسناننا بالبيت. وحبايب قلبي هيجيكم وصلنا لهات الفيديو، اتمنى عجبكم وحبيت. وانا حاليا راح للدوام، كملت بدلت وكشخت وتعطرت وام ريدي تو جو. خليت مكياج خفيف، شوفوا ما احب اخلي هواي ميك اب يوم اروح للدوام، احس ما له داعي لانه انتم رايحين جامعه، خلي مكياج سمبل، خلي المكياج بس ميك اب نو ميك اب يكون يبرز الملامح، مكياج حلو نظيف ويا رموش اهم شيء على مود نطي سحبه للعين ونكبر العين شويه. وخليني اقول لكم شغله، ما رويتكم نظارات الجديده اللي وصلتني من بوتيكات هم. النظارات هي شكلها فينتج حيل حلو، شوفوا شو رايكم بيها. اول مره البس هيجي ديزاين نظارات، بس اني اقول يعني حلوه سمبل ناعمه كلش تجنن. واذا حابين اسوي لكم فيديوهات جايه اكثر عن تنسيقات الجامعه، ملابس، ميك اب، شعر، كتبوا لي جواب بالتعليقات وشاركونا ارائكم. ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي حبايب قلبي. ثانك يو فور واتشينج، باي.